فوكس فوكس أخبار ومعلومات صحية كل يوم على الحياة أفهم. مرحبا بكم في أول عدد من فوكس اللي باش نحكيو فيه مواضيع تهم الحياة، الصحة، التعليم والمجتمع. نحكيو اليوم على لقاحات فيروس كورونا المرخص لها في تونس اللي وقع اعتمادها أو اللي باش يتم اعتمادها. رخصت تونس إلى حد اليوم لاستعمال 5 أنواع تلقيح، وهي تلقيح فايزر بايونتك الأمريكي الألماني، تلقيح هذا اللي تم أخذه على جرعتين. التلقيح الثاني هو تلقيح سبوتنيك الروسي، التلقيح اللي أثبت نجاعته بنسبة كبيرة وصلت حتى 98%. والتلقيح الثالث هو تلقيح أسترازينيكا السويدي البريطاني اللي ما زال ما انطلقش اعتماده وقريبا باش يصير استغلاله. ونذكروا اللي التلقيح هذا كان وقع تجميده من قبل وزارة الصحة بعد الشبهات اللي حامت حول مسؤوليته على التسبب في تجلطات دموية قبل التراجع على القرار هذا بعد ما أثبت سلامة التلقيح هذا. التلقيح الخامس هو تلقيح جونسون اند جونسون الامريكي اللي حصل على ترخيص للاستعمال في تونس وما تمش الى اليوم استخدامه. الكميات اللي حصلت عليها تونس من الشركات الى حد اليوم متفاوته بين انواع التلقيح، كما تختلف نسب استعمال التلقيح. هذه اكبر عدد من الجرعات جات من الصين ب 200 الف جرعه، من بين 200 الف جرعه معلنه عليها. تجي بعدها الكميات الواصله من تلقيح فايزر ب 177600 جرعه، من بين 349830 جرعة. أما تلقيح أسترازينيكا فإن وزارة الصحة اقتنت في مرحلة أولى 412800 جرعة، وصل منهم 98400 حقنة في مرحلة أولى، ونهار لحد 16 ماي وصلت 158000 جرعة من اللقاح في مرحلة ثانية. وصلت تونس 30000 جرعة من تلقيح سبوتنيك، من بين 500000 جرعة معلن عن اقتنائها، في حين ما استلمت تونس حتى جرعة بعد من تلقيح جونسون رغم مرور شهر من المصادقة على استخدامه. 25000 جرعة من لقاح سبوتنيك وصلت نهار 13 ماي الجاري لتونس، وفي إطار الشراءات المباشرة تم ذلك. 254000 جرعة من لقاح فايزر باش توصل نهاية الشهر هذا في إطار مبادرة كوفاكس، وفي إطار الشراءات المباشرة باش توصل لتونس بصفة أسبوعية كميات من لقاح فايزر تتراوح ما بين 80000 و 90000 جرعة. نذكروا أن آلية كوفاكس هي آلية وضعتها منظمة الصحة العالمية لتحقيق توزيع عادل للقاحات ضد فيروس كورونا، خصوصا في الدول الفقيرة اللي من بينها تونس. الآلية هذه انطلق العمل بها في شهر فبراير الماضي، وبحسب اللائحة اللي حددتها منظمة الصحة العالمية فإن الدول اللي باش تتلقى أكبر عدد من الجرعات في النصف الأول من العام الجاري هي الهند ونيجيريا وباكستان وأندونيسيا والبرازيل وبنغلاديش، والدول هذه تشهد موجات عنيفة من انتشار فيروس كورونا. حلقتنا لليوم من فوكس انتهت، كانت معكم سمية حمدي في التقديم وأمنة بوخيت في الإخراج. نتلقاو إن شاء الله غدوة وفي موضوع جديد. إلى اللقاء. فوكس فوكس أخبار ومعلومات صحية كل يوم على الحياة أفهم.